اعمل ايه؟ ما بقتش عارف اقابلك لوحدينا، كل مره اشوفك فيها في بينا محرم، مره ياسمين ومره حسن. وهنتقابل لوحدينا ليه يا عمر؟ انت عايز مني ايه؟ عايز اعرف ردك في طلب حسن. عمر انت مش من حقك توجه لي اي اسئله، انت خطيب صاحبتي وبس، وكون ان حسن بقى عملك مرسال ده ما يديلكش الحق ان انت تعرف ردي قبله. لا يا كرم، انا مش لعبه في ايدك، تمثلي عليا انك بتحبيني واول ما اقع تفتكر اني خطيب صاحبتك. لا يا عمر، مش هينفع يا عمر، ياسمين صاحبتي يا عمر، وكانت فين ياسمين لما حبيتيني؟ ما انا زباله قوي كده، انت قاعد معايا بتتكلم معايا ليه؟ انزل يا عمر بفضلك لو سمحت. انا اسف، ما اقصدش انت، بس كلامي كان مستفز. عمر انزل يا عمر. كارما انا عايز افهمك. يلا يا عمر لو سمحت. كارما